مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، الف مبروك، فوز مستحق. اعتقد ان الصوره اتغيرت بعد الشيء الشوط الثاني. الصوره طبعا كملت بالشكل اللي هو كان في اصرار على التهديف بالظبط، حتى في الضربه الثابته اللي هي جت واحنا جبنا منها جول حصلت كذا مره في الشوط الاولاني، ولكن كان كل التوفيق وربيعه طلع كره سليمه جدا. حماس الزايد ساعات بيفسد يا جبان. بلال قال لك مطلوب تاني تايم هدوء. الهدوء ده اترجم ان احنا طلعنا والثقه عندنا ان احنا نقدر نحرز اهداف، نقدر نراوغ. شفنا عبد القادر دخل في 2 3 هارد لك للكره اللي حسبوها، جاب هدف حلو قوي بس اتحسب اوف سايد. ف هي دي الكوره مع احتفاظي كمان بين اخر ربع ساعه والاخر 7-8 دقائق حصل عدم ارتكاز في الشكل الدفاعي عندنا. شفنا انفرادين ثلاثة على الشناوي. لازم ناخد بالنا من الحاجات الصغيرة دي. لازم نبقى عندنا التزام. أنا باك، إحنا 2 سنتر باك، الراجل الباك ليفت بتاعنا ما يعتمدش على الهاف إنه هيشيله، لازم حتى لو يحسسني إنه بيرجع، يحسسني إن هو موجود في المنطقة، يحسس زميله مفيش خيانة، مفيش أنا بعتمد عليك وفجأة ما لاقكش. ما يحصل عليها زيادة عددية وتدي فرصة الواحد مجروح بهدفين. أيوة. المجروح بهدفين ده خلاص بختك يا بكير بيعمل اي حاجه، ما هي راحت له 3-4 كور تهديفيه، واحده جت في العارضه وكورتين شالوا من الشناوي. وانا النهارده بقول لك ان الشناوي احسن واحد موجود ثباتا في الفرقه وشايل حاجات كتير قوي ومش فارق معاه اي حاجه، ومبروك يعني عادي جدا ان هو النهارده بهذا الشكل وبهذا الهدوء. الحقيقه عمل مباراه كويسه قوي فيها ايقاع بالنسبه له كويس يعني. ف مبروك لا يقل اي مباراه قادمه كابتن ايمن عن هذا الاداء من خلال اول 10 دقائق او ربع ساعه في اي مباراه. انت عندك الامكانيات رغم الغيابات ورغم اللي انت بتفقدهم ورغم الاصابات اللي بتجي لك كلها ورغم كتيبه المستشفى اللي عندك بره. ده النهارده كمان اتضاف ليهم اكثر من لعيبه. ولسه انا شايف لعيبه كمان بيقول لك صلاح محسن عنده شيب وشايف انا حمدي فتحي مش متظبط. انت محتاج اديك بقيت بتلعب ربيعه في نص الملعب وتطلع مع هاني ومحمد عبد المنعم ده ممكن يلعب باك رايت بعد كده كويس. عندك كذا حاجه تقدر تدورهم وتقدر، بس اساس الحكايه كلها زي ما احنا اتكلمنا روح اللعيبه انها لا تقبل الا الفوز في كل مباراه. هيبه اللعيبه وهيبه التيشيرت، هيبه التيشيرت دي موجوده شئنا او لم نشأ، مش يعني الاهلي فوق الجميع. الدنيا كلها فرحانه ان هو كسبتك ليه؟ انك انت الكبير، انت الكبير بتاع الحكايه كلها. كنت بتكلم انا وكابتن بلال بقول له انا مش حاسس ان انا عندي منافس يمكن بيراميدز. انا كشكلا كده بتفرج على اللعيبه وكده اقول ان فرقه بيراميدز فرقه عمدانها قويه وفرقه اساسها هو يعني دي اللي تقدر تنافسك. ايوه. الا انك واحنا بنتكلم كلنا قلنا الاراء بتاعتك وبتاعت كل الدنيا وجوزيه ومستر هيريكوتشي زمان، انت ومستر كابتن صالح سليم انت اللي عايز ولا ما. انت اللي بتسيب، انت اللي بتترك الحكايه، انت اللي بتقول لا انا بدنيا وصحيا ونفسيا وعليا ضغوط كتير قوي ولعبت 3-4 سنين متراح تعبان، فانت اللي بتسيب الحكايه. اي حد بقى ممكن ياخدها، مش هنسال بقى ده المنافس ولا ده لا. ولسه الدوري ده شكله فيه حاجات كتير قوي، ممكن الشكل اللي احنا بنطلب دايما. سمعت سيد حفيظ بيقول لك الاهلي عطيه واحده حته واحده من الناشئين ودي حقيقه، فمش صعب علينا ان احنا نلم بعضنا ونرجع بسرعه تاني نحقق الانتصارات ونحقق الفوز السريع في كل مباراه. ده هيفرق معاك كتير قوي نفسيا على الاقل، مش هتبقى في اصابات تاني ايمن ان شاء الله. انت ما تحت الضغوطات دي هيحصل لك اصابات، انما بالمكسب ومن فوز لفوز هترجع الثقه تاني، هتبقى بتلعب هادي. ضغط على عضلاتك، الضغط على الجري، الضغط على الاعصاب، الضغط على كل حاجه. انا حتى وانا قاعد معاك هنا في جالك شد جالي شد ثانيه واحده نفستني يعني تقمست لا لا لا
ثانيه واحده استنى يا كابتن. لا 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 انت تقمصت دور عادل ادم معرفش ليه كده مره واحده. لك ثانيه واحده ثانيه يا كابتن شريف انت قاطعني انا والجون يعني فاهم. انا والجون يعني لا هو كان متضايق من حته التحكيم قوي. المكسب بنضحك اهو بنهزر يعني. لا لا انت طبعا يا لا انت فاهم احنا اخوات يا كابتن شريف. ثانيه واحده كابتن شريف نرجع بقى للكابتن وسام. مش مبسوط خالص يعني. فمبروك النهارده وعقبال المباراه الجايه باذن الله. يا رب ان شاء الله. وهنبقى على الاقل بص في الاخر يعني قاعد زعلان. كان الاول فرحان بقى زعلان في الاخر. لا ما هو من حته كمان ما تتمنيناش الخير يعني. للاسف الحمد لله. طيب عموما الكابتن اسامه الاحصائيات كلها بتصب في مصلحه النادي الاهلي النهارده. نسبه الاستحواذ نسبه كبيره جدا عاليه جدا النهارده النادي الاهلي 71% الجونه 29%. التمريرات الصحيحه نادي الاهلي 454 تمريره من 541. الجونه 150 من 223 اعتقد الفارق باين جدا. نسبه التمريرات النسبه المئويه 84% للنادي الاهلي 67% للنادي الجونه. محاولات على المرمى بين الثلاث خشبات نادي الاهلي 4 من 15 محاوله. نادي الجونه طوال المباراه 2 من 4. العرضيات نادي الاهلي 25 عرضيه من اليمين والشمال الجونه 8. الركنيات نادي الاهلي 9 ركنيات الجونه 0. تسلل 2 نادي الاهلي الجونه 3. الارقام توضح الفوارق الفنيه بين الفرقتين النهارده كابتن. حتى من غير ارقام انت كمشاهد كده وانت بتتفرج على الماتش واضح من اول اللقاء النادي الاهلي افضل. صحيح احنا قلنا الشوط الاولاني سيطره واستحواذ ولكن المحاولات الهجوميه على المرمى كانت قليله. الكثافة العددية كانت قليلة لكن انت اللي كنت مستحوذ على الشوط الاولاني. كريم طارق بس كان شاط واحدة جنب العارضة في الشوط الاولاني جنب القائم الشوط الاولاني. هي دي الهجمة الوحيدة لفرقة الجونة. الشوط الثاني الاختلاف كبير في حتة او جزئية الشراسة الهجومية والاسراع على المكسب. يعني في وقت من الدقيقة مثلا 65 تقريبا غير كرة احمد عبد القادر كانت بدري شويه اللي هو رقص واتحسبت اوفسايد لغايه لما جبنا الجونين واضح ان الاهلي هيجيب جون. مظبوط. يعني كان عندك الاحساس ما جاليش الاحساس ده في اللقاء قد الفتره اللعيبه زودت رتم الجري والاصرار والزياده العدديه والاشتراكات والحركه من قبل ما نجيب الجون لغايه لما جبنا الجون الثاني واضح ان النادي الاهلي مصمم خلاص انه يطلع باللقاء وده اللي احنا كنا طالبينه واللي اختلف. دي طبعا ضربه جزاء واضحه جدا لم تحتسب وكابتن ناصر اتكلم عليها. كان واضح جدا الاهلي هيجيب جون في الوقت ده. ده ما كانش واضح الشوط الاولاني. يعني الشوط الاولاني بنحاول لكن في رعونه طبعا دي ممكن تتشاط بس برضو تفكير صعبة. حلو تفكير حلو كان هو لو يعني اهدى من كده شوي. يعني بالزبط. هو قفشه حب يسندها لعصام حسن بس بص بقى عدد وقف كده بعد اذنك يعني شوف الهجمه اللي فاتت جيبها كده لما اتعمل في كثافه عدديه بص 3 في 18 مظبوط الشوط الاولاني مظبوط هو ده يعني لما الكره اتعملت بص التمرير حتى لمعلول من صلاح دخل معلول لحسام حسن يعني في بتتكلم على ان رتم الاداء اتغير بدايه من الدقيقه 60 لا حاسس ان في اصرار بص في عزيم في النادي الاهلي عايز يكسب بص كام واحد يعني حسام ومعلول وحمدي فتحي بره والناحيه الثانيه كريم فؤاد ويعني بتتكلم على 8 تقريبا واحد ناحيه الشمال 7 وفي 3 داخل 4 داخل صندوق 2 من بره حتى حمدي الكره الثانيه خدها وسدد الشكل بص بالدقيقه كام ومكتوبه فوق 67 48 انا جالي الاحساس الاهلي هيجيب جول واضحه جدا الاحساس ده قلت لك ما جاش الشوط الاولاني كان رتم علي معلول كان اقل رتم عبد القادر كان بعيد جدا في الشوط الاولاني الشوط الثاني ابتدى بالكره اللي شاطها وجت جون واتحسبت اوفسايد ف جول حلو من رامي وارتقاءه عالي جدا طبعا كورنر معمول كويس موجهه كويس قوي رامي طلع عالي جدا
وتوقيت ممتاز منه، وثم توجيه في المكان الفاضي عكس صحيح. عماد السيد يعني هو حطها شايفها حاططها في المكان الفاضي مظبوط. فهدف رائع. ممكن تجيب لي اللقطه ورامي بيطالع للكوره. بص الاصرار والعزيمه زي ما زي ما انت بتقول يا كابتن اسامه. بص وثبت لي بس على رامي وهو بيلعب الكوره بدماغه. في سته داخل ال 18 في في الضربه الركنيه وفي اثنين على ال 18 وواحد بيطلع. لا مش من الزاويه دي، من الزاويه اللي انا اجيب وشه. ايوه بص يا كابتن اسامه طالع عالي جدا يعني والاصرار والعزيمه وعايز يحطها في الجول يعني يعني بص يا كابتن دانيال ارتقى عالي، لكن بص رامي بقى الاصرار تحت الجزار طالع اعلى كمان. وبعدين شايفها وموجه في في عكس عماد السيد، يعني هو شايف هو بيوجهها في الزاويه الفاضيه، ودي الشرصه اللي احنا عايزينها. ايوه ده ما كانش واضح بقى الشوط الاولاني. ايوه فبقول لك عشان كده الدقيقه 65 دقيقه 60 لغايه لما جبنا الجونين واضح جدا الاهلي مصمم انه صحيح. لازم ياخد الثلاث نقط. واحنا يمكن قلنا قبل اللقاء النهارده بالذات، رغم ان انا ما بحبش هذا الاسلوب، انه الاداء لازم يرتبط بالنتيجه لانه الاداء بيدي لك نتيجه، لكن قلت لك لازم نكسب الثلاث نقط باي طريقه مزبوط. بعد طبعا الهزيمه اللي فاتت. طبعا رجوع قفشة في وسط الملعب دي برضو فرقت معانا، انه قفشة مع حمدي فتحي بقت في سيطره اكتر على وسط الملعب. وبص حتى عدد اللعيبه اللي قدام والكره بتتنقل من تحت، في ثلاثه قدام على يعني قافلين على الرباعي الدفاع بتاع الجونه، ثم نقل من رجل الرجل من رجل الرجل، سيطره على واستحواذ، ثم هجوم في كثافه وفي تميز يعني. وجونين طبعا هايلين، ضربه الجزاء طبعا 100% ضربه جزاء طبعا، برده الثانيه سليمه. بص احمد عبد القادر داخل عايز ياخد في العمق، حسام حسن عايز ياخد في العمق، قفش عايز ياخد في العمق، وفاتحين على الاجناب كريم فؤاد وعلي معلول الناحيه الثانيه. فكثافه كانت كبيره ومميزه، وربع ساعه بالذات قبل الجونين واثناء الهدفين من الفترات المميزه جدا للنادي الاهلي. ودي طبعا كل ده احمد عبد القادر حظه وحش قوي. حسام حسن يمكن احنا قلنا الشوط الاولاني هو كان يعني رتمه قليل قوي، ما بيعديش الكره دي، عدى فيها الطبيعي اللي المفروض احمد عبد القادر يكون عليه، ولكن من حظه السيء ان حسام حسن كان في موقف تسلل. فمبروك النهارده وثلاث نقط مهمين وفي غايه الاهميه يعني. الحمد لله رب العالمين، عقبال الماتشات الجايه ان شاء الله. المنافسه اشتدت والمكسب زي ما بتقول يا كابتن اسامه هو الاهم في الفتره الحاليه. طبعا المكسب، انت لما تكسب الماتشين المؤجلين وتتحط في الوضع الطبيعي مش هيبقى عليك الضغوط انك عايز تلاحق كل شويه التاني والبيراميدز ثم الزمالك. وزي ما قلت المكسب هيجيب مكسب ورا مكسب، الثقه هترجع تاني ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تشهد انتصارات مزبوط. للنادي الاهلي بس بإذن احنا قلنا انه اللعيبه قبل المدرب لازم كل واحد يقف مع نفسه وقفه ويركز كويس قوي في الثمان تسع ماتشات الجايين. صحيح يا كابتن. نروح لفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل الف مبروك، نتيجه منتخب. الشوط الثاني شوط جيد، اتكلمنا الشوط الاولاني ان احنا كان عندنا عدم ثقه، الشوط الثاني بقى عندنا ثقه كويسه قوي. انا عايز اجيب الكوره بتاعه رامي تاني عشان عايز اوريك حاجه عجبتني مش في الهدف نفسه. بعد ما رامي جاب الجون يمكن لو جبته لنا لو نجيب الهدف بتاع رامي مره ثانيه بعد اذنك يا سمير. بعد اذنك يعني اشوف بس يكملوا عشان اوريك حاجه رامي عملها بعد الجول. بعد الجول ايوه سيبه يكمل بعد الجول. بص رامي راح للكوره ازاي يجيبها من جوه. لا أي. لا في من غير علامة بعديها بعد نكمل نكمل. بص رامي راح فين. الروح ايوه اللي هو راح عاوز يجيب الكوره عشان نجيب جون تاني. ايوه هو ده النادي الاهلي صح. يعني لما تتعمل يا سمير سيبها تكمل بعد اذنك. شوف هو راح جري جوه الجون ازاي. مترين و30 كورة راح للكورة عايز يجيبها عشان يلعب ونجيب جول. هو ده النادي الاهلي. يعني هي دي الحاجات اللي كانت ناقصانا في الفترة. انا مش بتكلم على انه رجعت بالكامل، ولكن تعرف منين بداية
تعرف منين؟ ايوه الروح دي جايه منين؟ صحيح. رامي ده فين؟ رامي ده ابن مين؟ ابن قطاع الناشئين. فاهمني؟ يعني لازم تحطي تحتيها 20 خط، يعني متربي في الرسالة وسط. يعني كتير قوي اللعيبة دي ما بيبقاش عندك مجهود كبير انك تعلمهم الموضوع ده. أي. ومجهود كبير انك لانه بيقعد بيتعلم بقاله 20 سنة. رامي ده كان معانا وعنده 8 سنين 10 سنين. أيمن أشرف الناس اللي موجودة، بص تلاقي روحها عالية قوي. أتمنى إن العدد ده يبقى أكتر، يبقى كتير موجود. والحاجة التانية اللي أتمناه كمان إن كل الروح بتاعت اللاعبين تبقى زي يعني بروح اللعيب. أنا والله أنا مش طالب من اللعيب أكتر من الروح، لأن إحنا كنادي أهلي بنعرف نجيب أفضل لاعبين. صحيح. وأنا لما جيت أتكلم على إني واتكلمنا قبل المباراة على إني إحنا زعلانين ليه؟ رغم ان احنا كسبانين ثالث العالم مرتين ورا بعض، بطولتين افريقيا مرتين ورا بعض، اثنين دوري مرتين ورا بعض، ده كل ده في ثلاث اربع سنين. يمكن كمان الجمهور انا عاوز اقول حاجه مهمه، من حقه يزعل طبعا. طبعا. ال- 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 الفتره الاولانيه، الفتره الاولانيه يا كابتن ايمن اللي احنا اتكلمنا فيها، اللي اول البدايه، بدايه ان عملنا تيم كويس بعد ماتش الترجي لو فاكر. ايوه. يمكن اتبنى تيم قوي جدا. كان ناتكو ايه؟ ما هي الاداره دي اللي جايباها. ما هو الناس دي اللي عاملاها، اللي جابوهم، صح يا كابتن؟ صح. والناس دي قعدوا يكسبوا. جابوا فايلر في الاول، فايلر عشان بس نتكلم كلام منطقي. صح. بجد يعني، وندي كل واحد حقه. مدرب كان جيد، كويس. كويس في ايه؟ سيبك من الاداء نفسه كمان، الانتظام بتاع اللاعبين. واللاعبين بعد ما مشي خد موسيماني فريق متكامل، قوه بدنيه عاليه، يقدر يلعب بيه اي وقت، يقدر يلعب بيه. بالعكس موسيماني ساب للراجل ده ايه؟ ريكاردو ايه؟ ساب له فرقه مجهده، نص فوق ونص تحت، نص مش جاهزين، انت فاهمني؟ ده اللي حصل، ان اللعيبه وصلت للحاله دي. انت في الوقت الحالي نزلت واتكلمنا كتير في حته ان احنا كنادي اهلي مثلا عندنا مشكله، انك انت راح منك الكاس مشكله كبيره، لكن عندك دوري تقدر ترجع، عندك كاس تاني تقدر ترجع، عندك بطوله افريقيا تانيه، عندك حاجات كتير قوي. صحيح. فاحنا عملنا ايه في الاخر؟ وصلت. نفس اللاعبين اللي فرحوك، نفس اللاعبين اللي تهددوا، اللي احنا اتكلمنا عليه وانا قلت في اول الاستوديو، الباقي مباريات الدوري اكتر من انها مباريات دوري للاعبين. وانا بعني الكلام ده وفاهم جدا انا الكلمه اللي بقول ايه، لانه جمهورنا مش هيستحمل اخفاق تاني بالذات من اللاعبين في الوقت الحالي. صحيح. هيحصل، وهيحصل يعني ليهم، هتبقى مشكله ليهم هم نفسيه اللاعبين دول. نيجي نقول ان هم ادوا ولعبوا وجابوا بطولات كلها، انا معاك كل ده، الكره اتعملت لانها تفرح الجمهور فقط، وعليك انت العمل. انا راجل لما كنت اكسب مباراه اجيب لعيبه اقول لهم احنا كسبنا المباراه، ده للجمهور يفرح. من حقه. احنا عشان نفرحه تاني لازم نشتغل تاني ونجتهد تاني، وده شغلانتنا احنا. شغلانتنا انك انت تعلم لعيب الكرة ازاي ما يستكفاش. وده المهم. في انديه مشكلتها الوحيده ان هي بتستكتر على نفسها لان ما عندهاش الاساس بتاعنا. ايوه. احنا عندنا اساس اسمه التميز. الموضوع ده طول الوقت وطول العمر بيتوارثه الاجيال. بدليل انك لما بتكسب بطوله ما بتفرحش، وما بتفرحش قوي لانك متعود. لما بتخسر بطوله ايه اللي بيحصل؟ يعني الخساره اللي فاتت في مباراه الزمالك الكاس ده، الحزن اللي كان عند الجمهور وكان عند النادي، دي حاجه ايجابيه المفروض الناس تفهمها. أيوة ان هي ايجابيه طبعا، لكن ما تروحش لدرجه انك تهد الدنيا حواليها خالص، ولدرجه ان في ناس تستدلك. انت خلي بالك ودي مهمه قوي، نخلي بالنا من الامور ده. قلت كلمه برضو يا كابتن عادل، ما بنفرحش قوي
برغم حجم البطولات وعدد البطولات اللي احنا بناخدها بنفرح ايه ليلتها وتاني يوم خلاص نسيناها علشان يا كابتن علشان في ناس بتاخد بطوله بتقعد عليها فرحانه خمس سنين بتقعد تتكلم عليها خمس سنين. اقول لك كابتن الفرح للجمهور فقط، الفرح للجمهور فقط مش لينا. مظبوط. انت شغلتك انك تفرح الناس، انت شغلتك انك تجتهد. صحيح. هقول لك حاجه، كتير بيحسدوك على مكانك كلاعب النادي الاهلي. طبعا انت راجل بتروح نادي تكسب بطولات، فلوسك مضمونه، خلي بالك النقطه دي مهمه قوي. لو انت ممكن تاخد اقل من مكان بس انت فلوسك مضمونه 100%، بطولاتك مضمونه. يعني انت لما تيجي تتعاقد لاعب يتعاقد مع النادي الاهلي وفي نادي اخر ممكن يديك اكتر من النادي الاهلي النص، يبقى انت بتاخد قد النادي الاهلي. ايوه. لو بتاخد اقل شويه لا النادي الاهلي، لانه بيديك بطولات بتاخد مكافئات. الامر ده ما يعنينيش المكافئات، لكن الضمان انك انت تبقى سي في تقيل. مظبوط. تقيل كتير قوي يا كابتن. الى الان لاعبين قعدوا فتره طويله صحيح. دائمين في جميع المجالات عشان كانوا بينتموا للنادي الاهلي وبينتموا له بالشكل انهي. صحيح. في ناس بينتموا له بشكل قوي جدا، عملوا واشتغلوا واجتهدوا، واحنا طول الوقت احنا كلنا اللي قاعدين في الاستوديو اقل واحد عنده 15 بطوله مثلا ولا حاجه، ده اقل واحد. ايوه. بنادي كامل. فانت الحاجه اللي ممكن تزعل الناس وتزعلك ايه؟ ان ما حدش بيعمل زينا. صحيح. انت المنضبط، انت اللي عندك انت اللي عندك حته التدرج، وانك انت بتكسب لسه في وقت كتير، لسه في وقت كتير يا كابتن، ما تخافش في وقت كتير. ايوه كابتن. في عندك التدرج انك بتكسب بطوله وتروح للثانيه وتروح للثالثه بتروح للرابعه، دي حاجات مهمه لازم الناس تخلي بالها ان النادي بيودوه في حته ايه. اديكوا شفتوا النهارده التحكيم، اديكوا شفتوا ايه اللي بيحصل، اديكوا شفتوا في بطوله افريقيا كان ايه اللي بيحصل. احد الصغار طلع قال لك ايه؟ ان النادي الاهلي مش هو كامل مع كابتن ادهم. لا لا مش افضل فريق، بقى له ساعه الا ربع، مش افضل فريق في افريقيا. كمل خليه يخلص الحلقه. قال لك مش النادي الاهلي هو افضل فريق في افريقيا. يا ابني مش النادي الاهلي هو اللي ليه الشعبيه الاكبر. كويس. احد الصغار طلع قال كده يعني، ومحدش رد عليه. احد الاعلاميين اللي هو المفروض كبير طلع غلط في النادي الاهلي، طلع غلط في رموز النادي الاهلي، وكان قبل ماتش الاهلي والزمالك غلط في لعيبه النادي الاهلي. كان بيناقش يعني في برنامجه اللي بيجي علاقه كده خاصه بالعلاقه الزوجيه الخاصه، غلط في لعيب في النادي الاهلي وغلط مرتين، محدش حاسبه ومحدش رد عليه. بينما لما واحد بس مش خطا، هو دي وجهه نظره، بيعبر عن وجهه نظره زي كابتن سيد عبد الحفيظ، لا ده طلعوه اخطا، خاين، طلعوه ضد المبادئ والقيم، طلعوه عميل وخاين، طلعوه حاجات كتير قوي قوي قوي. الراجل مجرد وجهه نظر هو اعلن عنها النهارده. لكن اللي عايز اقوله، مش اي حاجه تتقال تتصدق، ومش اي حد يقول اي حاجه تتصدق. الاخ اللي بيتكلم كلام غريب عن النادي الاهلي ومسؤوليه ورموزه، ده مش هنرد عليه. هو عايزنا نرد عليه، مش هنرد عليه. ده التجاهل احسن حاجه ليه. ما نردش عليه ليه يا كابتن؟ مش هرد عليه يا كابتن، ما يستاهلش. يمكن نرد عليه. طيب لا ما لا يستحق. ايه مشكله ان احنا نرد عليه؟ احنا لسنا قصر يعني، ومش ما عندناش السنه، عندنا السنه والحمد لله احنا مش قصر، وما عندناش بطحات على دماغنا عشان ما نردش على الناس. لا احنا بنعرف نرد الحمد لله، نعرف نرد ورد كويس قوي. بس احنا خدنا تراك تاني في الرد، خدنا التراك او خدنا واي تاني بتاع الملعب. بالظبط. احنا نرد بنكسبك وبناخد منك بطولات وبنضايقك بيها، تمام، وبتضايقهم قوي كلمه
مبادئ واخلاق ايه اللي بيضايقكم في كده يا جماعه؟ يعني السؤال بس بجد. يعني انا هاخد دور كابتن عادل معلش في الحته دي، يعني الدور اللي هو بعيد عن الـ عن الـ عن الـ عن الفنيات. عايز يا كابتن عادل اتفضل. فانت بيضايقك ليه ان احنا بنقول ان احنا عندنا مبادئ واخلاقيات؟ ايه اللي ضايقك في كده يعني؟ يعني ايه اللي ضايقهم في كده يا كابتن؟ يعني ايه اللي ضايقك ان احنا بنقول ان احنا عندنا مبادئ وعندنا قيم وعندنا ثوابت بنشتغل عليها؟ ودي حقائق. انا دي حقائق. انت مفيش لعيب له جنيه عند النادي الاهلي ولا دولار عند النادي الاهلي. النادي الاهلي لم يتعرض للايقاف ولم ينظر للايقاف في طوال تاريخه، تمام؟ بسبب ان في لعيب اشتكى او 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 ما الى ذلك، تمام؟ الكلام ده ما حصلش نهائي على الاطلاق، تمام؟ النادي الاهلي لعمرك شفت يعني اي مدير فني بيمشي من النادي الاهلي بيتكلم على قد ايه القيم والمبادئ اللي كانت موجوده في النادي الاهلي والحاجات الرواسخ الثابته اللي احنا عشنا عليها. مفيش لعيب انا اسف بيجي من الزمالك يلعب في النادي الاهلي ويطلع يقول لك والله ده النادي الاهلي ده كان وحش، ده انا كنت غلطان. استحاله. ممكن يبقى فنيا ما خدش حقه جوه النادي، لكن ادبيا واخلاقيا وتعاملا تمام اتعامل على 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 افضل على افضل ما يكون، على افضل ما يكون. في بعض الشواذ برضو عشان يعني نبقى احنا كلامنا واضح ومحدد، بعض الشواذ ممكن يكونوا خرجوا من عندنا من وسط النادي الاهلي وليهم طرقهم وليهم اهدافهم وليهم ليه اهداف محدده، تمام؟ عشان برضو يبقى احنا منطقيين في الكلام. يعني برضو بيبقى له اهداف وله اهداف مختلفه تماما عن الاهداف بتاعتنا احنا الشخصيه او الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. يعني انا مثلا في تاريخ مواعيد عن الكوره واتفرجت على الناس الكباتن بتوعنا وعشرناهم في الملاعب، ممكن نختلف في اختلافات كتيره جدا جوه اوضه اللبس او ما بيننا وما بين بعض، اختلافات فنيه، لكن استحاله نختلف في اختلافات اخلاقيه. صحيح. واستحاله واحد فينا يتكلم عن النادي الاهلي وعن رموزه بالشيء الشين او الشيء القبيح الا ما نظر. ودول خد بالك معروفين يعني وليهم فريم كده، كمان اليوم الفريم عند جمهور النادي الاهلي كمان هو عارفهم بالاسم. أيوة. ليه يا كابتن؟ انت لما تيجي تجيب بقعه بيضة كده يعني طبق ابيض كبير وتحط فيه نقطه سودة هتبان. مظبوط. طبيعي هتبان. هتبان ليه؟ لان الطبق ناصع البياض. أيوة. هو ده النادي الاهلي، تمام؟ النادي الاهلي عنده مبادئ، عنده قيم، عنده اخلاقيات، تمام؟ مفيش واحد فينا من اللعيبه او الكباتن الكبار والناس الصغار تيجي تتكلم عنه يقول لك كابتن اسامه ده كان افضل لعيب في التاريخ، كابتن اسامه ده اخلاقه عاليه جدا. هتتكلم وهتفضل تتكلم لحد ما توصل لما لا نهايه. أي. في الانديه الثانيه الكلام ده مش يعني مش عايز اقولها لك قرد يعني، بس الكلام ده متاح ومباح للجميع. أي. فانت النهارده بتتضايق عشان انت عايز توصل للحته دي انك تنزلني ليك. لا مش هنزل. مظبوط. انا مش هنزل، تمام؟ انا مش هنزل لان ده مستوى مختلف تماما. انا ما اقدرش انزله، انا ما اقدرش انزل عشان ابقى لمستواك، اقعد اتكلم بقى في الضياع والشتيمه ومش عارف ايه وتجرجرني معاك. لا انا مش هتجرجر معاك. بالزبط. ليه؟ لان انا هفضل فوق، هفضل فوق اولا ككره ببطولاتي وانجازاتي، انت بعيد عني تماما، تمام؟ فانت النهارده انت النهارده عشان تكسب واحد بتعمل ايه؟ عشان تكسبه بتنزله تحت. طالما انت مش قادر توصل له فوق، مش قادر اوصل لك فوق، انا بحاول انزلك تحت. قيم ومبادئ وثوابت حدث ولا حرج. لا 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 كابتن انت سيبك من الاخلاق وعشان يعني الكلام فيها يطول تمام. خلينا نتكلم في الكوره. ايوه. انت انت بتقارن نفسك ببطولاتي، ببطولات النادي الاهلي؟ استحاله. يعني انت الفروقات اللي ما بيننا في البطولات كبيره جدا جدا جدا، ومش معيبه في حد، بس هي التاريخ بيقول كده، بيقول النادي الاهلي يا جماعه عنده كام و40 دوري وعنده كام و30 بطوله كاس مصر وعنده كام افريقيا وعنده كام سوبر افريقي وعنده كام سوبر مصري. التاريخ كبير جدا والعدد تعد زي ما انت عايز، والكؤوس مليانه الجزيره، وهنشيلها نودي جزء منها التجمع وجزء من مدينه نصر بقى عشان احنا ايه ما بقناش قادرين الحقيقه، المكان ما بقاش يكفي. فانت النهارده هتتكلم ككره انا سابقك، هتتكلم كاخلاق ومبادئ لا انا عندي واخلاق ومبادئ مترسخه جوايا. وكل الاجيال اللي طالعه كل الناس بتقول لك، يعني حتى كمان الناس اللي ما بتشجعكش بتقول لك روح النادي الاهلي. صح. الناس اللي ما بتشجعكش بتقول لك بص شفت الفرق ما بيننا وما بينهم، هي الروح اللي موجوده عندهم، هو ده الفرق اللي ما بيننا وما بين الناس الثانيه. فالنهارده عشان تجرجرني وانزل لك تحت لا مش هعمل كده. بقول لك ايه، لكن انا اقدر اخد بالك، اقدر اقول يعني اقدر اقول الاول انت عملت يوم كذا. صح. كذا، ولما قلعت الشبشب وقعدت تحدف في الحكم يوم كذا نقدر. كابتن انا عايز اقول لك حاجه بمناسبه الكلام دوت، ده احيانا الفرق المنافسه لما تيجي تكسب يقول لك
احنا كسبنا بروح الاهلي. اه طبعا اه طبعا. يعني حتى الفرقه المنافسه انت عندك يقول لك كده بالظبط. انت عندك شعار الناس كلها يعني بتحاول ان هي يعني تاخده او تشتغل بيه، شعار النادي الاهلي الروح القتاليه، فانيله النادي الاهلي، روح النادي الاهلي. دي احنا النهارده لما بنخسر يا جماعه، هو احنا بنخسر كوره؟ احنا بنخسر لانك بتقول لك احنا خسرنا النهارده عشان شخصيه الاهلي ما كانتش موجوده، عشان روح النادي الاهلي، عشان روح النادي الاهلي ما كانتش موجوده. تاخد بالك يا كابتن؟ لكن انت كفنيات استحاله، لكن انت بتخسر عشان الروح مش عشان حاجه ثانيه. صحيح. يعني ده اللي بنحاول نوصله للناس، بس يعني عل وعسى انه يوصل لهم بس الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. انا خلاص عارف ان مفيش قضيه في الاتحاد الدولي لمدرب جه النادي الاهلي. طب ما انا لسه بقول حاجه قوي يعني. صحيح. حته القضيه دي مهمه جدا. عارف ان فايلر خد بطوله الدوري ومشي قبليها مكافئته راحت له طبعا يا كابتن، ودي عظمه النادي الاهلي. صحيح. في طبعا الموضوع طبعا. نسبه المدرب، تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر ريكاردو قال ايه بعد المباراه. بونيت يا توتش، مساء الخير جميعا. اغراسي لا فورس برزنس تامباي، بشكركم على الحضور. طبعا مقدمين سوبر جو، هتكلم شويه عن المباراه. بوكم سار بور ايلوجي على جموع جوغادورز. اول حاجه هبدا ان انا اشكر اللاعبين النادي الاهلي، لاعبين الفريق. تي سيدو دياس ديفيسيس برا ايلز، كانت ايام صعبه بالنسبه لهم. فاتوتس نوز اوفيمنت وكلنا. Mas a verdade é que os jogadores, e como vocês presenciaram hoje e têm vindo a presenciar, بس طبعا الحقيقه زي ما انت شفت طبعا اللاعبين وزي ما كان واضح النهارده في المباراه estão a jogar em condições inadmissíveis. اللاعبين بتلعب يعني في ظروف قاسيه جدا بالنسبه لهم. Quem programa estes jogos tem que pensar seriamente como é que o faz. اي لازم يعني اللي حط برنامج المباريات كده يكون عرف يعرف كويس جدا ازاي نقدر نعمل المباريات بالشكل ده. Hoje mais três jogadores se lesionaram. النهارده حصل عندنا ثلاث اصابات تانيين في الفريق. Quem é que assume isto? Quem é que assume esta responsabilidade? طب مين اللي يتحمل مسؤوليه الاصابات دي؟ Eu assumo a responsabilidade pelas derrotas com o Pirâmides e pela derrota na taça. Eu assumo a minha responsabilidade. انا اتحمل مسؤوليتي الهزيمه قصاد بيراميدز، هزيمه الزمالك انا اتحملها. Mas desde que eu cheguei. بس من ساعه ما انا وصلت هنا. Só uma semana eu consegui treinar. اسبوع واحد بس اللي قدرنا ندرب فيه اللاعبين. Quem dirige, quem é responsável por isto, tem que pensar seriamente que estamos a falar de seres humanos. المفروض المسؤول او اللي بيقود حاجه زي كده يكون عارف طبعا ان احنا هنا بنتعامل مع جنس بشري. Os jogadores querem dar e não conseguem. اللاعبين عايزه تعطي وتؤدي بس مش قادر. Estão a jogar no limite das capacidades. كل واحد فيهم خلاص بيطلع اخر حاجه في الليميت بتاعه. E depois acontece isto. وبعد كده بيحصل كده. Eu torno a dizer que não tenho treinado, só recuperar os jogadores, banhos e massagens e recuperar. وانا بقول لكم بصراحه انا ما عملتش تمارين، انا بس جبت اللاعبين دخلتها المساج والريكفري الاستشفاء وبس. Não quero falar muito mais do que isto. مش عايز اتكلم اكتر من كده. Mas gostava que quando se fizesse críticas aos meus jogadores e a mim. بس وقت ما يكون في انتقادات للاعبين وليا. Que possam ser um bocadinho mais pensadas. لازم برضو تكون انتقادات الى حد ما يعني الناس فكرت فيها. Eu tenho que defender os meus jogadores porque isto não é humano, isto é impensável. لان طبعا انا لازم ادافع عن اللاعبين بتوعي، لان الحاجه اللي بتحصل دي حاجه تفوق الجنس البشري او تفوق العمل البشري. Logo que eu cheguei cá, من اول ما انا وصلت هنا disse-vos a vocês que o risco de haver muitas lesões que era muito muito grande. بلغتكم وقلت لكم ان خطوره ان هيبقى في اصابات ده يعني يعتبر احتمال كبير جدا وهيبقى في احتمالات قاسيه جدا. Infelizmente eu estava certo. للاسف انا كنت صحيح. No próximo jogo, المباراه اللي جايه o risco de haver mais lesões. خطوره ان هيبقى عندنا اصابات ثانيه. Dos melhores jogadores são aqueles que jogam mais tempo. من افضل اللاعبين اللي هم بيلعبوا اوقات كثيره وبيلعبوا مباريات كثيره. É demasiado uma percentagem grande disso acontecer. نسبة كبيرة جدا وعايز أقول إن هي نسبة بزيادة إن يحصل الإصابات عندي. Quanto ao resto, eu assumo a responsabilidade que nós temos que fazer mais, mas as condições são difíceis. بالنسبة للباقي أنا أتحمل المسؤولية إن إحنا لازم المفروض يعني يكون نعمل زيادة بس الظروف تعتبر صعبة. مبروك الفوز النهارده، حضرتك اتكلمت في نقطة الإصابات.
الاهلي الفتره اللي فاتت من وقت وصول مستر سواش لغايه النهارده ما اتضغطش في الماتشات بالشكل اللي هيتضغط فيه. الاهلي هيلعب 11 ماتش في 38 يوم جاي. ديش كي primeira coisa que de quando você chegou aqui, o Arley nunca passou este tempo difícil que agora vamos fazer 11 jogos em 38 dias. Como você vai tratar isto que vai ter uma pressão muito mais forte do que o tempo passado? Esse vai ter já descanso para os jogadores mais importantes no próximo jogo, que vamos jogar contra a equipa que sofreu mais golos, que também está nos últimos lugares da tabela. O Ali é um clube muito grande, como é do vosso conhecimento. Ele é um clube muito grande. Aqui, ou é ganhar ou ganhar. Todos têm que ter esta mentalidade no clube. كله عنده نفس الفكره دي ولازم يكون عنده نفس الفكره دي داخل النادي. Nós acabamos de perder um título importante para o clube. احنا راح مننا لقب مهم كان بالنسبه للنادي. Mas temos muitos jogos pela frente. بس لسه قدامنا مباريات كتيره. E queremos continuar na luta. وعايزين نكمل في المنافسه. Não é possível fazer nenhum tipo de gestão. ما فيش فرصه ان احنا نعمل اي حاجه يكون فيها تصليح. Nós não temos extremos tão lesionados. احنا ما عندناش اطراف، الاطراف مصابه. Só temos um avançado. ما عندناش غير مهاجم واحد. Hoje o Salah também caiu. النهارده برضه صلاح محسن خرج. Portanto, nós somos o Ali e temos que lutar pelas vitórias. احنا الاهلي لازم نقاتل. A nossa preocupação. وندور على الفوز. A nossa preocupação é recuperar ao máximo os jogadores. دلوقتي اللي يهمني ان انا اعمل استشفاء على قد ما اقدر للاعبين. Temos feito uma gestão dentro daquilo que é possível com os jogadores. عملنا طبعا الاصلاح اللي نقدر عليه او التغيير اللي نقدر عليه في داخل الامكانيات بتاعتنا بالنسبه للاعبين. Mas quem marcou estes jogos de 3 em 3 dias e que estes jogadores, a maior parte deles, há 4 anos que não têm férias. بس اللي حطت الجدول ان هي نلعب مباراه كل ثلاث ايام اكيد فيها ستار اكي a justificar como é que é possível em 4 anos os jogadores não terem férias e jogarem 3 em 3 dias nesta alta competição. Isto é alta competição. المنافسه هنا تعتبر منافسه عاليه. المفروض اللي حط الجدول ان احنا نلعب كل ثلاث ايام ده وان يكون معانا لاعبين بقى لهم 4 سنين ما ريحوش يجي دلوقتي يدينا ايه هي يعني التبريرات او هي الاسباب ان احنا نوصل في المرحله دي. Isto não é possível em nenhuma parte do mundo só aqui. هنا ده بصراحه مستحيل انه يحصل. E os resultados são à vista. في اي مكان في اي مكان في الدنيا غير هنا. Perdemos todos com isto. احنا كده بيروح مننا كل حاجه. A seleção vai perder do Egito por causa disto. حتى المنتخب هيتاثر بالكلام. Os jogadores não estão capazes de poder dar o seu máximo. لان اللاعبين دلوقتي مش قادره تعطي اللي تقدر تعطيه. Eu aceito as críticas, sou o primeiro a assumi-las. انا اتقبل الانتقادات واول حاجه انا اتحملها وانا المسؤول. Mas as pessoas deviam pensar muito naquilo que estão a fazer estes jogadores. بس لازم الناس تفكر كويس جدا ايه اللي بيتحمله اللاعبين دي دلوقتي. انت no próximo jogo você vai descansar alguém dos jogadores. Nós ainda temos 3 dias para o jogo. احنا معانا 3 ايام عشان المباراه. E eu colocarei aqueles que no meu entender estão em melhores condições para jogar. وانا هشوف اللي هم اللاعبين اللي في افضل ظروف. Mesmo correndo تدخل المباراه. Mesmo correndo o risco. حتى لو فيها مخاطره. De poder haver lesões novamente. انه ممكن يبقى فيها اصابات جديده. Porque isto é o Ali. لان ده النادي الاهلي. E nós estamos aqui para ganhar. واحنا هنا عشان نفوز. Eu colocarei a jogar os melhores no próximo jogo. انا احط افضل لاعبين عشان المباراه اللي جايه. Dentro daquilo que é possível. داخل الامكانيات. Recuperar, nós vamos recuperar e vamos meter a melhor equipa para ela ser capaz de vencer o jogo. داخل الامكانيات اللي عندنا وهنحاول نعمل استشفاء للاعبين على اساس ان اللاعبين تبقى جاهزه للمباراه اللي جايه. هاخد من كلام حضرتك ان الاطراف مصابه. واشتريموش او ليزوناديش. ان ممكن ندفع به الناشئين وعنده بعض الناشئين. سوجيرير كون جوغادوريش ماي جوفيش دو كلوب. في باك شمال محمد اشرف كان ممكن ندفع بعلي معلول كطرف مهاجم
aproveitar os jogadores jovens como soluções na equipe. Então, se você está já com esta ideia de aproveitar os jogadores mais jovens? Eu não olho para os meus jogadores pela idade deles. Para mim, ter 18 anos ou ter 38, para mim, não é justificação para colocar a jogar. يعني من 18 سنه colocar a jogar 38 سنه ده مش مبرر ان انا احطه يلعب او ما يلعبش. Colocar a jogar é aqueles que nos treinos trabalham para serem chamados para jogar. اللي هيخش المباراه هو اللي بيشتغل في التمرين. E que demonstram capacidade para representar o Ali. ويكون عنده المقدره انه يمثل. Esta é a minha forma de trabalhar. هو ده اسلوبي في الشغل. Não coloco a jogar jogadores que eles não tenham o nível que o clube tem. A dimensão que o Ali tem. ما ينفعش احط لاعبين ما يقدروش يمثلوا المستوى بتاع النادي الاهلي او حجم النادي الاهلي او نسيجا ملوش علاقه يكون اللاعب سنه صغير او سنه كبير. Eu não vou colocar a jogar jovem porque o menos jovem está cansado, mas mesmo assim cansado é melhor que o jovem. E eu não vou colocar a jogar porque eu vou colocar a jogar os melhores. É muito simples. يعني انا muito simples. المساله مش مساله كبيره. Eles têm que ter qualidade. اللاعب لازم عنده كفاءه. Ser jovem ou não ser. Não é uma pergunta justificável para quem é profissional. دي يعتبر يعني سؤالك يعتبر سؤال غير صحيح بالنسبه للحاله الاحترافيه. يعني انا دلوقتي ما بصش على السن ابدا. انا بالنسبه للي جاهز هو اللي احطه. اللي جاهز يتحمل اسم الاهلي. No clube anterior que estava. Espera aí, ainda não acabei. Lisa. No clube anterior que estava, jogaram 6, 7 jogadores com menos de 22 anos. النادي اللي انا كنت فيه قبل ما اجي هنا لاعب تقريبا 6 او 7 لاعبين اقل من 22. Por quê? عارف ليه؟ Porque eles tinham qualidade para jogar. لأنه هو عنده مستوى انه يخش الفريق. É simples. سهلة جدا. Simples. Isto é o Ali. النادي الأهلي. Simples. لازم. Tem que ter os melhores, porque isto é o Ali, é o melhor clube da África. لازم يكون عنده الأفضل، لأنه هو أكبر Todos نادي 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 temos isso. Então temos que. Quem representa o Ali tem que ter o nível do Ali. واحنا عارفين الكلام ده كويس، فاللي يمثل النادي الأهلي لازم يكون على مستوى النادي الأهلي. خلى الموضوع يبقى مختلف شويه، يبقى في برضه اللعيبه ممكن تكون فائت شويه في الشوط الثاني عن الشوط الاول. Diz que o nosso segundo tempo do jogo foi diferente do que o primeiro tempo. Então, eu queria saber o que você falou com os jogadores no intervalo para motivar os jogadores a dar um pouco mais, um nível melhor no segundo tempo. Sim, é uma boa pergunta. Soel, qual é isso? Como vocês repararam, nós mudamos o sistema de jogo. زي ما انتم عارفين طبعا احنا غيرنا اسلوب اللعب. Muito simples, porque não, como não temos tempo para trabalhar. عشان ما كانش في عندنا وقت ان احنا نقدر نشتغل. E não temos extremos para jogar por fora. وما عنديش اطراف تلعب من بره. Colocámos os dois laterais a fazer o corredor todo. حطينا العذره بتاعتنا ان هي تلعب على الخط كله. Temos bons centrais. ومدافعين كويسين. E aproveitámos os bons médios que temos. E fomos quase obrigados a jogar neste sistema de jogo, porque. É o sistema que melhor serve neste momento para nós estarmos mais preparados para ganhar. وحطيت خط الوسط اللي هم افضل حاجه عندي لان هو ده يعتبر الاسلوب اللي هو ده يخدمني دلوقتي بالاسلوب حسب الامكانيات الموجوده ان اقدر العب وافوز. E na primeira parte as coisas não correram tão bem. الشوط الاول يمكن الامور ما مشيتش معانا كويس. Em termos ofensivos, principalmente. Não, mas neste momento é pouco possível jogar melhor, infelizmente. Mas eu vou dizer que nessa momento, a possibilidade de jogar melhor é uma possibilidade simples. Por este contexto, e eu tenho que o assumir que sou o treinador, sou eu o responsável por nós ter feito um jogo tão pobre na primeira parte. Sou eu o responsável. E eu sou o responsável, para dizer a verdade, eu sou o responsável de fazer o primeiro jogo, o jogo fraco. Na segunda parte, conversámos, dei tranquilidade aos jogadores, porque era importante naquele momento dar-lhes confiança. بين الشوطين اتكلمنا واديت يعني حاولت اهدي اللاعبين لان مهم جدا في اللحظه دي ارجع الثقه للاعبين. Não escondendo a verdade. واحنا برضو اتكلمنا معاهم بصراحه. E muito mérito dos jogadores em fazer a segunda parte, uma segunda parte mais agressiva ofensivamente. وبفضل اللاعبين قدرنا نخش الشوط الثاني ادينا منها يعني شوط اقوى شويه بالنسبه للجانب الهجومي. Mas temos consciência que podemos fazer melhor, mas ولكن عندنا ثقه ان احنا نقدر نعمل افضل.
neste contexto está a ser extremamente difícil nós fazer melhor. Mas, حسب الظروف دي حقيقي صعب ان احنا نعمل افضل. Percebo a insatisfação dos adeptos. انا طبعا متفهم هو الارتياح بالنسبه للجمهور. Uma palavra para eles porque eles cantam o jogo todo e muito antes do jogo até. انا بصراحه يعني عايز اوجه كلمه للجماهير لان الجماهير دعمونا المباراه 90 دقيقه ومن قبل المباراه حتى. Nós também seguramente não estamos satisfeitos por produzir um jogo destes, nós queremos jogar melhor e temos capacidade para fazer melhor. بقول ان انا بصراحه مش احنا مش مستريحين من ان احنا بنقدم مباراه بالمستوى ده لان احنا لازم نقدم حاجه افضل للجماهير. Mas perante este contexto é extremamente difícil jogar. بس قدام الظروف اللي احنا حكيناها هيكون صعب جدا جدا جدا. Mas tudo iremos fazer para voltar a fazer bons jogos como fizemos no futuro. وان شاء الله هنحاول ان احنا نرجع نعمل مباريات جيده زي ما عملنا مباريات جيده قدام فيوتشر. Para que os nossos adeptos possam ter orgulho em nós. الجماهير بتاعتنا تقدر تفخر شويه بالفريق. شكرا. كابتن شريف مستر ريكاردو اتكلم عن حاجات كتير. الحقيقه شرح من ساعه ما جه والوضع اللي استلم فيه اللعيبه واتكلم كانه متواجد من فتره كمان. بسرعه قدر يفهم ويخش جوه الرؤيه المستقبليه كمان بتاعه النادي الاهلي والنادي الاهلي محتاج لايه بالظبط. ف بيدي العذر كله للعيبه وبيتحمل مسؤوليه كل شيء الحقيقه مع مدرب جريء يعني وانا دايما موجود انا متحمل المسؤوليه وانا المتحمل اي اداء بس لازم تعرفوا ان اللعيبه دي كلها من سنتين او من سنه او انك وصلوا للمرحله دي كان في اسباب كتير قوي ان هي توصل بهذا الشكل فلازم هنستحمل بعض الفتره الجايه دي والنادي الاهلي نادي كبير ونادي بطولات ومحتاج لعيبه على اعلى مستوى وده الشكل اللي بيفكر فيه طبعا هو والاداره وكل حاجه وبيكلم الجماهير هنا وبيكلم الناس وبيطمنها ان هيكون في رؤيه مستقبليه كبيره جدا الفتره الجايه. كابتن اسامه تعليقك على كلام مستر سايج. يعني بالاضافه للكابتن شريف قال هو قال نقط كتيره جدا اتكلم طبعا على الجماهير وبيقول ان هي دعمتنا في كل الماتشات السابقه وحقهم ان احنا نقدم كره احسن من كده ونحاول نعمل ماتشات زي بتاعه فيوتشر. اتكلم على موضوع انه مش فارقه معاه سن اللاعب يكون عنده لان سؤال بخصوص بعض اللعيبه ما بتلعبش ليه او لعبت ليه او كده فقال انا ما بتفرقش معايا اللعيب عنده سنه 18 سنه او 38 سنه اللي بيقدم معايا هو اللي هيبقى ليه مكانه في الفرقه ووضح انه زي ما كابتن شريف قال انه موضوع اللعيبه بقى لها فتره 3 4 سنين ما بيريحوش ومستمرين فانا هحاول اعمل استشفاء على قد ما اقدر الفتره دي عشان اللعيبه تقدر تادي بشكل كويس يعني فانا اتمنى له التوفيق ان شاء الله في المرحله القادمه مع كابتن عادل. رايك ايه في كلام مستر صالح؟ يعني انا مش هقول لك اللي قاله بس هقول لك اللي طلعت منه انه بدا يعرف الموضوع يعني هو مستغرب جدا انه بعد اللي حصل في ماتش في بطوله زي كده ان يكون كم الزعل اللي عند الجمهور وعند النادي واكيد هو حس بقيمه النادي الاهلي قد ايه من اللي بيشوفه في الشارع والحاجات دي. هو اتكلم على حاجه مهمه عجبتني انه بيحمل نفسه ما بيحملش اللعيبه. صحيح. وهي دي وده اللعيبه دي سلاحك اللي في ايدك طول الوقت احميهم هيدوك. والحاجه الاخيره اتمنى له ان هو يوصل لشخصيه اللاعبين بدري. دي مهمه قوي. وصلها ازاي بدري؟ يعني بدراستها يعني انت كمدرب بتقعد تدرس احوال اللاعبين في مواقف كتير قوي بتعرف تكتشف يمكن اللي كان عبقري فيها مانو الجوزيه. يعني مانو الجوزيه من الناس اللي عارف شخصيه كل لاعب كان بيحب ايه وما بيحبش ايه وممكن تجيبه ازاي. يعرف كلها ازاي؟ وانت لازم يا كابتن ايمن تعرف ان اللعيبه كلها مختلفه. يعني انا ممكن اجيب كلام وانت تجيب كلام صحيح. اخر ممكن في لعيب بنظره ممكن لعيب تاني تتجاهله ممكن يوصل معاك ان هو توصل له الرساله اللي انت عايزها. اتمنى ان هو يوصل لشخصيه اللعيبه لانه الاجانب كتير بيتصدموا في حاجه في يعني هم بيجي يشتغلوا على شخصيات الكره العاديه
المحترفين. ايوه. فبيجي يلاقوا في لاعبين ما وصلوش للدرجه ان هو يبقى محترف او بروفيشنال كده بالدرجه اللي هو الفكر. الحاجه الثانيه المهمه اللي هو توصل للعيب ازاي منها كلعيب عربي، حته الجلد، حته ان انت، ودي مهمه جدا، يمكن اللعيب العربي دايما يزهق بدري. أيوة. ويزهق بسرعه. فانت المدرب الاجنبي دايما ما بيحبش اللعيب اللي بيزهق، يعني انك انت طول الوقت بتبقى ماشي شايف انه اللعيب ماشي كويس، المفروض يعمل كده، ده المفروض يعمل كده، فهو بيتصدم ان اللعيبه دي ما بتعملش كده. فهي دي اتمنى، ودي حاجه مهمه جدا، مكسب اي مدرب اجنبي يروح يشتغل في مكان غير بلده، حاجه مهمه جدا انك تعرف الطباع بسرعه. صحيح. بس انا دور يا كابتن بلال كلاعب اساعد ازاي المدرب في الظروف الصعبه دي؟ لان في ناس بتحكم على المدرب على فكره في الفتره دي. صحيح. بص يا كابتن، يعني هو في نقطتين مهمين قالهم الحقيقه. النقطه الاولى انك انت كمدير فني ما عندكش التايم اللي تشتغل فيه، تمام؟ ودي حقيقه مزعجه بالنسبه لاي مدير فني، انك ما فيش وقت تشتغل يعني تحفظ، تشتغل تكتيكي. يعني النهارده المباراه اللي فاتت كانت من 3 ايام بالظبط، خدت يومين يا دوب، يعني استشفى يا دوب ريكفري، ما عندكش وقت حتى تعمل اي حاجه، ما عندكش وقت حتى تشتغل يعني كرات ثابته. صحيح. حاجه جديده، ما عندكش الوقت انك يعني تحفظ اللعيبه اي حاجه انت عايز تنقلها لهم، ولا تعالج اخطاء ولا تعالج اخطاء كمان، ما عندكش توقيت. ده ممكن بالفيديوز بقى تمام تشتغل. وهل ممكن ده يبقى وسيله لعلاج الاخطاء؟ لا، مش وسيله، غير كافيه خالص على الاطلاق. تمام. ناس بتتفرج على الفيديو، بعد كده بتنزل التدريب تشرح. صح. تمام. والمواقف هي اللي بتعلمك. اه طبعا، لان التطبيق في الملعب، انت بتلعب كره قدم، انت مش شغال مدرس حساب. صحيح. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه، النقطه المهمه، ان هو قال لك انا كل ريسبونسبيلتي عندي، تمام، انا اتحمل كل شيء. مظبوط. المسؤوليه عندي. اخفاق اللعيبه، حتى كمان قال الشوط الاول انا اتحمل الاداء. بالزبط. في الشوط الاول الاداء الضعيف. تمام. الاداء الضعيف في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني برضو، وعايز يعني برضو زي ما انا اتحملت الشوط الاول، اجدت في التغييرات الشوط الثاني وعملت الفارق، يعني قدرت اصنع الفارق. فدي نقطتين مهمين بالنسبه للفن. انت كلاعب المفترض ان انت بتحاول بقدر الامكان تنصاغ للتعليمات المدير الفني، لان كل بالبلدي كده، كل شيخ له طريقه، كل مدير فني له طريقه. في واحد بيحب يدافع، في واحد بيحب يهاجم، في واحد بيحب يشتغل في المساحات، في واحد بيحب يضيق المساحات. يعني المدربين يعني مدارس مختلفه. النهارده انت كلاعب نادي اهلي لازم تقرا المدير الفني عايز ايه. ليه؟ رقم واحد مصلحتك انت الشخصيه رقم واحد، انك انت لو ما اديتش، يعني الكابتن علي كان قاعد يستصغر في حته الجمهور واللعيبه وعند مين. لا، انا رقم واحد المدير الفني لو مكمل معايا، اللعيب النهارده اللي ما بيسمعش الكلام وانا مجبر ان العبه، السنه الجايه مش هيكون له مكان عندي. دي رقم واحد، يعني وضع طبيعي. انا النهارده ممكن العبك كابتن اسامه لان مجبر عليك، التوقيت والاصابات وحاجات كتيره جدا هتخليني مجبر ان العب بعض اللعيبه اوقات كتير. لكن السنه الجايه مع سكواد جديد، مع لعيبه جديده، مع لعيبه هتخش على الفرقه، لا هقول لك خلاص شكرا. صحيح. انت مش انت راجل المرحله. صحيح. لانك انت مش انت اللي بتادي اللي انا عايزه. مظبوط. تمام. رقم اتنين، لمصلحه النادي ومصلحه مشتركه، البطولات. بالظبط. انا بشتغل عشان اكسب المدير الفني، اكسب نفسي الاول كلعيب اساسي في الملعب، واكسب احترام المدير الفني، واكسب مباراه. ما انت في الاول وفي الاخر انت لما هتشتغل بالسيستم اللي ماشي عليه المدير الفني، تمام، ده معناه ان انت في الاخر هتوصلوا لحته واحده، الا وهي ان احنا نكسب. تمام. ده مش معناه انك تلغي عقلك داخل الملعب. أي. انت عندك مهاره وعندك فكر. صح. لكن في خطوط عريضه المدير الفني، واحنا كلنا اشتغلنا، بيحط خطوط عريضه، ازاي تتحرك هنا، ازاي تدافع في الحته دي، لو الكره العرضيه ازاي تقفل لعيبه نص ملعب، ازاي تعمل التغطيه الناحيه دي، ازاي تكمل، دي كلها خطوط عريضه. لكن انا كلاعب برضو عندي امكانياتي وعندي مهاراتي في الملعب، لازم استغلها استغلال جيد. اللي تساعد المدير الفني اظهار المهارات الفرديه بتاعته. يعني انا ما ينفعش يبقى انا عندي مهاره ما تبقاش موجوده في الملعب. انا مدير فني مش هيقول لي كل حاجه، مش هيقول لي رقص ازاي، خده على الثابته او اعمل فنت وروح او حطها في البعيده لما تجي لك، لا المره دي حطها في الضيقه، مش كمبيوتر شغال. انا كمان لازم ابدع في الملعب، لازم يبقى ليا شخصيتي في الملعب، لازم قدراتي تظهر في الملعب. ايه الفرق بين لعيب النادي الاهلي ولعيب اي نادي تاني؟ مش الفكره انك بس بتسمع كلام مدرب، لا، الفكره انك بتبدع، عندك شخصيه، عندك قرار، قرار الصح. تمام.
مهاجمين النادي الاهلي استغلال الفرص. النهارده رامي ربيعة بيسجل هدف، فرصه ثانيه علي معلول بيسجل هدف ثاني، ده اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه. أيوة. انك استغلال كل الفرص بالظبط عشان نقدر نكسب الماتشات ان شاء الله. في نقطه اضافه سريعه يعني ده اللي قاله من السؤال اللي انت قلته على ان دور اللعيبه ايه. انت في وقت صعب جدا صح، والراجل بيتكلم واحنا طبعا قبليه عارفين وعايشين الموضوع ده، انه في ضغط مباريات، ان هو كام سنه انت بتلعب متواصل مفيش راحات كبيره. هو بيقول انا هحاول اعمل استشفاء. من اول حاجات الالف ب انك تعمل استشفاء قبل اي حاجه حتى ربنا خالقها النوم. ما انا ما اجيش انا ماتشات عندي كل يومين ثلاثه والراجل بيعمل استشفاء ويحاول يخفف التدريبات ويحاول يعمل حاجات اللي هي بنعملها بتاعه التلج والتدليك ومش عارف ايه والمغص، وبعدين انا كل يوم سهران. ده عدو قاتل للاستشفاء. مزبوط. انك انت طول صح. الوقت مش نايم كويس صح. طول ده بيعمل لك اجهاد كبير. فاللاعب عنده مسؤوليه، ما هي دي النقطه. اللي المدرب عنده مسؤوليه، ولكن اللاعب ايضا عنده مسؤوليه قدام نفسه انه يحافظ على نفسه عشان يبقى هو كويس وقدام جماهيره. فدي نقطه مهمه ان اللعيبه في بالذات الفتره اللي جايه دي 8 9 ماتشات الجايين دولت مصيريين وكل 3 4 ايام، فلازم يحافظوا على نفسهم كويس جدا عشان ما يتصابش، عشان يبقى بدنيا احسن، عشان يوصل لمرحله كويسه تساعد بيها مدربك وناديك. كلمتني يعني في نقطه يا كابتن اسامه وقلت لي على موضوع ان هو بيستكشف وبيقرا دلوقتي بس لازم يعني ما ياخدش وقت كبير طبعًا. لازم بسرعه طبعا، الوقت ضيق. كل ما كل يومين ثلاثه ماتش، اعتقد ان هو هيقعد مثلا ماتشين ثلاثه كمان عبال ما يستكشف ويقرا بصوره كامله. ماشي، بس انا ما هو ده برده من ذكاء المدرب. في فرق بين ما انت بتخش في فترات فيها راحات وهتعمل اعداد وهتشوف، وفي فرق بين انت بتخش في الوقت اللي هو الموسم شغال وماتشات ورا بعض وبتاع. لازم هبقى كثافه اكتر ان انا اتفرج على الفرقه، كثافه اكتر ان انا اراجع ماتشات، كثافه اكتر ان انا زي ما عادل قال اشوف شخصيه فلان فلان ده سريع ازاي، ده زعلان ازاي، ده ما فيش وقت كده. هو يعني ساعه كاس العالم يا اسامه كله هيقف طبعا، كل الدوريات تانية وكله ممكن تلعب كاس الرابطه كده ولا حاجه، ممنوع اي بطولات، كل الدوريات وكل الحاجات هتقف. ممنوع، ممنوع. الفرصه الوحيده بتاع للراجل ده ان هو يشتغل، بس الكلام ده كل اللي انت هتكون دخلت في شهرين من الموسم الجديد. بالظبط، لان ده في سنه الموسم الجديد في مظبوط اكتوبر في لا موسم الموسم الجديد اكتوبر اكتوبر قصدي يعني كاس العالم 21 كاس العالم في اخر نوفمبر، يعني هتكون خدت لك 6 7 ماتشات على الاقل من 21 نوفمبر. وخد بالك، خد بالك قابل نفس المشكله انك هتلعب ماتشات كتير عشان عندك توقف كبير. فاهم؟ هي دي الفرصه الوحيده. فهو يعني لازم دخوله يبقى سريع، لانك انت برضو انت النادي الاهلي وبتلعب على بطولات، مع دخولك صح. اللي هو في توقيت ماتشات متتاليه الناس برضو هتديك شيء من العذر، ولكن برضو هتحاسبك. يعني مش انت مش في رفاهيه انك انت مش محسوب عليك اي بطولات يعني. فربنا يوفقه ويوفق الفرقه، والحمد لله مبروك النهارده يعني. الله يبارك فيك يا كابتن اسامه. كابتن شريف، لو اخترنا رجل المباراه. انا قلت لك خلال المباراه ان الشناوي، انا سعيد ان هو النهارده. انت متعاطف مع الشناوي؟ لا مش تعاطف، بس يعني انا شايف الراجل شايل جولين ثلاثه النهارده. انا احساسي ان هو، لا انا قصدي انك متعاطف معاه عشان الهجوم اللي عليه الفتره الاخيره. كلنا غلطنا في الملعب، وكلنا، وهو لما طلع ناحيه الشماش يعني ما توسمش، الكره خدعته انها ما راحتش ناحيه ال 18، طلعت لبره شويه، هو رجوعه بس. بس انا عايز من الشناوي حته بقى يعني صغيره كده، يبقى اكثر كلاما مع الناس اللي قدامه. يعني لازم يبقى في مخاطبه كتير قوي، لازم يتكلم كتير بالناس اللي قدامه محتاجه. صحيح، هو اللي يوقفهم، هو اللي صح يعني، بس بهدوء شويه. من غير عصبيه، من غير عصبيه يعني. حتى واحنا بره الجيم يكلموا بعض في الاستراحات في البتاع، نروح لازم نعمل كذا وما اعرفش ايه، تبقى الروح احلى يعني. صحيح، هي طبعا الروح موجوده وكلها، بس عايزين الحته دي ترجع تاني، هو يوقف الناس دي. كابتن اسامه، انا بالنسبه لي رامي ربيعه
هو ما لعبش الماتش اللي فات، بس النهارده تحسه قافل ناحيه اليمين كويس، شغال في الجبهه دي رغم ان هو سيرد باك، يعني كان بيلعب بثلاثه، فرامي واخد الجنب اللي فيه ورا كريم فؤاد، وبعدين لما نزل هاني كان بيزود حتى في الكرات العرضيه، مزود نص الملعب، قافل على نص الملعب كويس، واحرز هدف جميل في وقت حساس. صحيح. فانا شايف انه رامي ربيعه، بس انا طبعا بضيف صوت الكابتن شريف ان الشناوي انا وجهه نظري افضل لاعب في مصر في خلال الثلاث اربع سنوات اللي فاتت، وافضل حارس في افريقيا، والدليل على كده ان هو خدها اكثر ثباتا في المستوى، اكثر ثباتا في المستوى. كونه يجي له فتره اتهز فيها او اخطا في بعض الحاجات او كده، ده وارد لاي لاعب، لكنه من اكثر اللاعبين اللي افادوا النادي الاهلي ومنتخب مصر في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. صحيح. كابتن عادل، انا اقول لك احد وما تردش عليا بعديها خلاص، حاجه شخصيه، جمهور النادي الاهلي. انا عارف انك هتقول كده والله. عارف ليه؟ لان رغم الزعل شوف بيعملوا ايه. بالظبط. عشان كده ده درس. هو النجم الاول والاخير في فرقه النادي الاهلي في الفتره دي، في النهارده والفتره القادمه، هيبقى جمهور النادي الاهلي ومساندته. طيب ولو اخترنا واحد في الملعب؟ انا مش هقول لك النهارده، انا مش هقول الا جمهور النادي الاهلي بس. طيب كابتن بلال، اوعى تعمل لي مفاجاه انت كمان. مختلفين النهارده كل واحد واحد. لا مش مختلفين والله يا كابتن، بس الكابتن عادل احنا عايزين لعيبه يا كابتن، مع جمهور الاهلي على على دماغنا كل ما احنا جمهور الاهلي اللعيب رقم واحد. هو انت ما هو قلت له خلاص. ايوه انت جمهور الاهلي اللعيب رقم واحد. ما قلت له خلاص يا عم زياد. اتفضل يا كابتن بليز. فظيع يا كابتن عادل. خلاص قلت له خلاص عشان بيحبك بس. لا انا قلت ما حدش يرد عليا بعديها، لان انا الجمهور بالنسبه لي اللي شفته النهارده ده درس لاي حد. صحيح. يعني الناس تبقى زعلانه كده ويروح والحماس والقوه دي ويشجعوا ويشجعوا. واقول لك حاجه كمان، وسيد عبد الحفيظ يلا. كابتن عادل عايز اقول لك حاجه، الناس بتحسدنا على جمهور النادي. طبعا يا كابتن، صعب جدا انك انت تكون وصلت خسران. انت خسران بطوله. صحيح. خسران بطوله الكاس. صحيح. وجمهورك يروح وبالقوه دي والى اخر لحظه وهيفضل معاك، عشان كده انا بقول لك لا يضاهي حد النهارده. كابتن بلال، انا بشوف رامي ربيعه النهارده بخلاف الهدف، يعتبر الهدف ده يعني نقطه، يعني نقطه تحول في الماتش ونقطه فاصله كمان في المباراه يعني، لكن اداؤه النهارده كان متميز حقيقة. تمام، يعني في اوقات كتيره جدا قلنا ان رامي ما كانش بيأدي كويس، لكن النهارده الحقيقه اداؤه متميز بغض يعني بخلاف الهدف كمان وروحه العاليه كمان النهارده كابتن سومه يعني قال حاجه كمان مهمه جدا، قال كان بيساهم في اوقات كتيره جدا في بناء هجمات بالكرات الطوليه بتاعته. صحيح. يعني الحقيقه وكان متميز فيها، في واحد عملها لعبد القادر كان ممكن تبقى هدف، وهدف رائع جدا جدا جدا. فانا بشوفه يعني واحد من افضل اللعيبه النهارده الموجودين، ويلي الشناوي يعني زي اتفق مع برضو، وانا معاكم برضو بتفق معاكم مع كابتن شريف، يعني بتفق معاكم فعلا ان النهارده رامي ربيعه يستحق رجل المباراه، ومن بعده محمد الشناوي، وعلى الاقل النهارده شفنا حاجه الشوط الثاني كنا محتاجينها، شفنا الروح، شفنا الاصرار، شفنا العزيمه، شفنا التركيز، شفنا فرقه عايزه تكسب، عايزه تكسب الفتره اللي جايه، مش هنبص لحاجه ثانيه، احنا زي ما بنقول كده احنا فرقتنا تاخد مباراه مباراه، الفتره اللي جايه فتره حاسمه جدا 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 جدا، ان شاء الله ناخد ماتش بماتشه، ان شاء الله ترجع لنا اللعيبه المصابه، ان شاء الله الاصابات تقل، ان شاء الله النادي الاهلي يكمل كده لحد نهايه الدوري باذن الله، وان شاء الله ماشيين مع فرقتنا لحد باذن الله نهايه الدوري ورجوع اللقب للجزيره مره اخرى. كده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والجونه في الجوله 26 مباراه الدوري العام المصري ممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0 عن جداره واستحقاق. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي الفتره القادمه. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم شرفتني وامتعتني يا كابتن، الف شكر. بشكرك كابتن ايمن، بشكر كباتن، والف مبروك وعقبال اللي جاي ان شاء الله باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن عادل عبد الرحمن، شكرا يا كابتن، شكرا يا كابتن ايمن ومبروك لي. الله يبارك فيك. كابتن اسامه عربي امتعتنا يا كابتن، الف شكر. شكرا ليك ايمن ومبروك النهارده بتاعك. الله يبارك فيك. كابتن بلال الف مبروك كابتن، امتعتنا. شكرا كابتن. شكرا كابتن ايمن.
وشكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى ورقة حياة.